حيول جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، نرحب بهذه عن انطلاقة ترحيب خاص، هنا ايضا انطلاقة شوطنا الاول للحول محليات الاسايل، سن الكبار ومتعة الكبار وصراع الكبار في اشواط المحليات الاسايل. انطلق ايضا هذا الشوط، انطلقت ايضا هذه الهجن الذي سوف نراقبها في الأيام القادمة إن شاء الله من 8 كيلومترات في المهرجانات القادمة التي دائما هنا يضعها اتحاد سباقات الهجن. وشكرا والشكر دائما يعود إلى أيضا المؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الرياسة على هذا الدعم أيضا لرياضة الآباء والأجداد. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، هنا أيضا الانطلاقات متواصلة دائما وتحدياتنا أيضا منطلقة. سير مباشرة إلى المقدم إلى الصدارة، المقدمة والصدارة مشاهدينا مع توزيع سعيد بن عثاب الخزع العامري، من يتقدم ويقدم لنا توزيع المقدمة. انتقل إلى المركز الثاني، وصول وتقدم من طواري، هذه طواري أعلنوا يا أهل الركض حالة طواري سلطان بن حمد مطهر بن عميره الشامسي اللي احتلت المركز الثاني. انتقل الى المركز الثالث، وصول وتقدم من مياسة يقدمها سعيد بن عبد الله بن مناخر على خيلي، هنا يتقدم في هذه اللحظات ويقدم لنا مياسة، بينما المركز الثالث والرابع القادمة المنطلقة جواهر احمد بن غانم بن علي بن إداه المنصوري، من ياتي مع جواهر احتلت المركز الرابع. نقلتني إلى المركز الخامس، هملولة، هملولة دشت معاها واسمها هملولة، من تتقدم في هذه اللحظات وسيف بن سهيل بن خير الاعفاري يتقدم في هذه اللحظات. اسم جميل، اسم مميز في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. يا سلام، يا هي هجن،
ياهي شعارات، ياهي محليات يا اخواني، ياهي محليات. والله اني اعرف السيفتي مالها، ولكن يقولوا لي لا تبين، لا تبين هنا. والله يجيب العواقب سليمه دائما ان شاء الله. اعود الى المقدمه، الى الصداره الاولى، الى المركز الاول هنا. توزيع توزيع توزيعك يا ابو العثة، توزيع هناك على المقدمه الاولى. سعيد بالعثة بالخزع العامري يتقدم وقادم من مصانع الجنوب للمشاركه في ارضيه هذا الميدان. المركز الثاني، هذه طواري للسيد سلطان بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي، يتقدم في هذه اللحظات قادم من ميدان سيح صبره صفوة الميادين هنا لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ولكن مياس سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي يتقدم بو عبد الله ويقدم لنا مياس في هذا الشوط. المركز الرابع القادمة هنا الواصلة جواهر 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 وأحمد بن غانم بن علي بن إداه المنصوري، يقدم لنا جواهر في هذا الانطلاق وفي هذا المسار والتحديات المثيرة في هذا الشوط. عود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة الأولى، إلى المركز الأول في هذه اللحظات مع المركز الأول. مشاهدينا متابعينا الكرام، ما بين مياسة ما بين توزيع، توزيع ومياسة هنا في موقع واحد. ولكن مياسة مياسة على المقدمة تسللت بشعار سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي. واشكر عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي على هذه الجهود المبذولة هنا، المراقبة لكل صغيرة وكبيرة، كل ما يدور من خلال أيضا هذا الاسم خلف هذا الشعار، خلف هذا النجاح. بينما المركز الثاني القادمة توزيع، هناك سعيد بالعثة بالخزع العامري. وين المركز الثالث؟ وين المركز الثالث؟ لا تبطون يا أهل المحليات، لا تبطون. من الأول ستة ما فينا المسافة، ما بينهم مسافة ما فيه. أما هناك أيضا ناموس ومعركة قبل الناموس، لازم في معركة قبل الناموس عشان تحس بلذته، عشان تحس بلذته. ما فيه ناموس 500 متر ولا 200 متر من فرد بحالها والعصاف الابطان، نبغي معركة. لكن هنا ودائما هذا الميدان معودنا على المعارك، نصبح الصبع على المعارك في هذا الميدان وخاصة مع حزام الغابات. المركز الثالث القادم هنا القادمة طواري سلطان بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي هناك على المركز الثالث. بينما المركز الرابع جواهر، جواهر يا جواهر وينك يا راعي مصيحة، وينك يا راعي مصيحة. هناك على المركز الرابع هنا أحمد بن غانم بن علي بن إداه المنصوري يقدم لنا جواهر. هكذا النداء، الله بالتوفيق يا ابو عبد الله، يا ابو عبد الله اصمد، يا ابو عبد الله اصمد، تكفى اصمد. هناك ايضا متعطشين على ناموس هذا الشعار، على ناموس هذا الشعار متعطشين من هنا بداية الموسم على المقدمة الاولى مع الكيلو متر الاخير، مع الكيلو متر الخطير والمثير. الله الله الله، أبو العثقون قادم بانطلاق التوزيع في هذه اللحظات وفي هذا المسار. ولكن مياسة، مياسة اليوم ناوية على نية، مياسة اليوم ناوية على نية. مياسة هنا أيضا سلالة مميزة، مياسة أبو عبد الله يتتقدم على البداية الأولى. عندما هنا أيضا مرن هذا أيضا هذه لجنة في وعكة صحية، عاد إلى ميادين السباق مثل مياسة وغيرها بهذا الشعار، بهذا التحدي
المثير والانطلاق المميز، الخمسمية متر الأخيرة، الخمسمية متر الخطيرة والمثيرة هنا في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. الناموس مع أهالي الخزنة هنا في هذا الانطلاق الجميل. مياسة 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 عند سعيد بن عبد الله بن مناخر الأخيلي، ولكن أهالي مصانع الجنوب معروفين مشهورين بالإنتاج، مشهورين بالإنتاج المميز ما بين مياسة ما بين توزيع توزيع، ولكن سلام سلام إلى الخزنة، سلام سلام بالخصوص إلى أبو عبد الله سلام. وتحمل جمهور مياسة ينامسون لراعي مياسة، أنومس عنكم يا أخوان شمل أبو عبد الله، تهانينا والناموس على هذا الفوز. ثانيا توزيع سعيد بالعثة بالخزع العامري اللي احتلت المركز الثاني، المركز الثالث عند أيضا شعار بن عميرة، تهانينا والناموس لكافة الفائزين.